فهذه المحاضرة جاءت بعنوان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والآن مع المتحدث محيي الدين، فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نجدد التحية ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكذلك نجدد شكرنا لأهل هذه القرية الطيبة المباركة بإذن الله، قرية أم سيالة، ونخص الشكر للقائمين بهذه المحاضرة الطيبة بإذن الله تعالى، أخونا شيخ إبراهيم وأخونا الشيخ الطيب والشباب الذين معهم، فنشكرهم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكذلك نشكر أخونا الشيخ أبو الحسن، ونسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء على ما قال. وهنالك أو هناك سؤال آخر يرد من الناس، ألا وهو: من أنتم؟ قبل الشيخ أبو الحسن قال الناس بيسألوا لماذا جئتم وماذا تريدون، وأجاب جزاه الله خير. لكن في سؤال ثاني برضو بيسألوه، بيقولوا: أنتم منو ذاتكم؟ أنتم منو؟ نقول: نحن مسلمون، نحن مسلمين، وما عندنا أي طائفة ولا أي جماعة ولا حزب، نحن مسلمون كما سمانا الله تعالى في القرآن، فقال: هو سماكم المسلمين من قبل. فنحن مسلمين، ما عندنا جماعة، لا جماعة أنصار السنة ما ننتمي لها، ولا جماعة الإخوان المسلمين لا ننتمي لها بكل الطوائف، ولا طريقة من الطرق الصوفية لا ننتمي لها، ولا حزب، ولا داعش ما ننتمي لها، ما ننتمي لأي حزب ولا لأي جماعة، مسلمين بس زي ما ربنا سمانا، وهذا الاسم يكفينا والحمد لله، ما نحتاج نجيب اسم جديد ثاني، يكفينا. وندعو الناس على ما علمنا الله تبارك وتعالى، أو مما علمنا الله تعالى من كتابه الكريم ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الناس في السودان خاصة اتعودوا إنه أي زول يقعد يقول قال الله وقال رسوله، اتعودوا إنه إلا زول ده يكون مصنف تصنيف معين، يا إما تابع لناس فلان ولا تابع لجماعة فلان، وهذا مفهوم خاطئ، هذا مفهوم خاطئ. والخطأ ليس من الناس، إنما من الدعاة الذين ينتمون إلى هذه الأحزاب وجماعات وطرق. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن حرم كل هذه الجماعات والأحزاب وطرق، وأمر أن نعتصم جميعا بكتابه تبارك وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده الواجب على كل الناس، إنهم يلتزموا بكتاب الله عز وجل ويلتزموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتفرقوا. فيما التفرق؟ نتفرق ليه؟ هل نحن عندنا دين أفضل من دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا والله. ولا يقبل الله تعالى دينا إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولا يقبل الله تعالى هذا الدين إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن دي الجزئية الأولى، نحن مسلمين وما نتبع لأي جهة. النقطة الثانية: لماذا خلقنا الله تعالى؟ ده سؤال، ونحن جميعا نعلم أن الخالق هو الله تبارك وتعالى، خالق كل شيء، وهو الواحد القهار تبارك وتعالى. كلنا نعلم أن الله تعالى خلقنا، ربنا خلقنا وما تركنا سدى، ولا خلقنا عبثا. أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ربنا ما خلقنا عبث ولا تركنا سدى. إذن لماذا خلقنا؟ ليه الله خلقنا؟ الجواب في سورة الذاريات آخر السورة، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ده الجواب. وما خلقت، وما هنا نافية، الجن والإنس إلا استثناء، ليعبدون تأكيد وحصر. ما خلقنا الله تعالى إلا من أجل العبادة بس. ربنا ما خلقنا عشان نعيش ونلعب ونأكل ونشرب وننوم ونصحى ونتزوج ونسافر ونتاجر، وكل ده مباح ما في إشكال، لكن ليس هذا هو الهدف الرئيسي ولا الهدف الأساسي ولا العلة التي خلقنا الله تعالى من أجلها. إنما خلقنا الله للعبادة، عشان نعبد الله تبارك وتعالى. ومن عبد الله دخل الجنة، كما قال الله عز وجل: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ومن عبد الله عز وجل حق عبادته كان تقيا وكان أهلا للجنة. ومن عبد غير الله دخل النار، قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب، وربنا سبحانه وتعالى جعل
خيرية هذه الأمة في أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والمنكرات الليلة كثيرة أخوانا، واجب علينا ننهى الناس عن هذه المنكرات، لأنه لو خلينا الناس في حالة زي ما بيقولوا الناس خلوا الخلق لخالقة، وخلوا الناس في حالة، لو خلينا الناس في حالة لهلكنا وهلك الناس جميعا، وهلاكنا أول. عشان كده ربنا قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كانوا بني إسرائيل، الواحد فيهم لو وقع في شرك ما في ذول بيقول له ده شرك، لو وقع في الكفر ما في ذول بيقول له ده كفر، لو وقع في بدعة ما في ذول بيقول له ده بدعة، لو وقع في معصية ما في ذول بيقول له دي معصية. فأنزل الله تعالى اللعنة عليهم جميعا والعياذ بالله. لذلك لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي خاصية هذه الأمة. قلنا ربنا خلقنا من أجل العبادة، العبادات أنواع، والعبادة قال العلماء اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. دي العبادة تعريفها كده. الصلاة عبادة، الزكاة عبادة، الحج عبادة، الصيام عبادة، بر الوالدين، الصدقة، صلة الأرحام، الذكر، قراءة القرآن، وغيرها من العبادات من أبواب الخير. كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه هي سبل الخير، أبواب الخير. العبادات كثيرة، من صرف هذه العبادات لله تعالى كان حقا أن يكون عبدا لله عز وجل، ومن صرفها لغير الله فهو عبد لمن صرف له العبادة. الموضوع ده كالآتي عشان يتضح للناس، ناخذ أمثلة. مثلا النداء، النداء عبادة. الإنسان إذا ضايق ولا احتاج لشيء بينادي منو يا أخوان؟ بينادي منو؟ بينادي الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن ربنا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. النداء عبادة. ربنا قال: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وربنا قال: وذنون إذ ذهب مغاضبا، يونس عليه السلام إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. إذن يا إخواننا النداء عبادة. ناديت الله أنت عبدت الله، ناديت غير الله عبدت غير الله. تلقى الليلة ناس كتار، الواحد في الشدائد وفي الضيق ما بينادي الله تبارك وتعالى، عنده ناس بشر زيه خلقنا الله تبارك وتعالى يناديهم. جاته مصيبة، أوه يا الكمال الحقونا، ده في ولا ما في الشيخ؟ الكلام ده في ولا ما في؟ في يا الكمال الحقونا، يا الصالحين الليدن واصلة أصحاب الخطوة
الحقونا يا 99 يا في القلعة راقدين ويا رجال العلفون الأسرع من التلفون ويا ود عويس القلب الغنماء يتيس ويا بشرة إن شاء الله راجل مرة ولا ما في ديل بينادوا منو بينادوا الله الله اسمه ود عويس اسمه بشرة لا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا الناس ديل بينادوا غير الله تبارك وتعالى لما نجي نقول لهم أشد الشرك يزعلوا انت ما زعلت وكنت ندهت غير الله تزعل لما نوريك انه ده غلط وده شرك بالله تبارك وتعالى تزعل ليه؟ قال لك تنادي غير الله منه أليس الله بكاف عبده الناس زين البناد غير الله نحن نسألهم سؤال هل في شيء عند الله ما في وعند الناس كنديل فيه شكيد انتوا خليتوا الله وبقيتوا تندهوا ناسكم في كلام زي ده يا اخي ولله ملك السماوات والارض الله قال وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم ربنا خزائنه مليانه لا تنادي غير الله تبارك وتعالى الله بكفيك اليس الله بكاف عبده الله بكفيك وربنا بيرعاك ويحفظك زي ما رعاك وحفظك لما كنت في بطن امك كلنا كنا في بطون امهاتنا مقلوب راسك تحت وقرعك فوق جوا في بطن امك قاعد 9 شهور و10 ايام في الوقت ذاك منو اللي بيرعاك جوا واللي بيحفظك منو؟ ها؟ وتتغذى وجسمك بيكبر وتبلغ مرحله معينه بعد ذاك ربنا قال ثم السبيل يسره ربنا ييسر السبيل فتخرج من بطن امك لا تعلم شيئا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون ها بعد ذاك ثم لتكونوا طفلا بعد ذاك ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا يكبر ويعمل لك نبات عرفته يقول لك والله نحن ماشيين بيجاه ابواتنا الشيوخ ذي بالله اخواننا معقولة كلام زي ده وين ابوك الشيخ كان لما كنت انت في بطن امك كان وين كان وين لكن يا اخواننا ده هو اعظم انواع المنكر الموجود عندنا الليله في المجتمع اعتقاد كثير من المجتمع في الاموات الله قال اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون القصه ما قصه الصالحين وما صالحين عشان ما يقول لك يتكلموا في الصالحين ونبذوا الصالحين واصلا بكرهوا الصالحين لا ده ما موضوعنا لانه ربنا قال من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها الصالح ده صالح ليه رقبته لكن الصالح ننادي مع الله تبارك وتعالى نعبد مع الله تبارك وتعالى يقول لك ما عبدناهم لا عبدتم مش ناديته وهو ميت وما بيسمع ومدفون مش ناديته من غير الله مش ناديته من دون الله تبارك وتعالى دي أهل عبادة عبدت من دون الله تبارك وتعالى اعتقاد أن غير الله يعلم الغيب عندنا الليلة في المجتمع من أعظم أنواع المنكرات غير الله بيعلم الغيب عادي يقول لك فلان بيجيب الرائحة من وين يجيب الرائحة يجيبها من وين الغيب لله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الغيب عند الله تبارك وتعالى ما في ذول بيعلم الغيب مع الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون تلقى الليلة ناس كتار يقول لك في القصائد قوماك نزاور للأولياء الأقطاب ليهم نشاور منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر الكتاب أسي موجود معنا لو في ذول
بعدين داري غالط معه إن شاء الله بنفتح فرصة للأسئلة بعدين. أي ذول داري يقول لا ما في كلام زي ده وكده، الكتب قاعدة عندنا طوالي، بنجيب الكتاب ونوريك ذاته الكتب منه. ده كله وين؟ هنا في السودان عندنا ناس بيدعوا إنه غير الله تبارك وتعالى بيعلم الغيب، ناس بيدعوا ويعتقدوا إنه غير الله بيدي الجنة. غير الله ممكن يدي الجنة عادي، كما قال قائلهم في كل بلد كم أدى ولد، قال غير مسوى تفل كم أدى طفل. يقول لك الشيخ بيدي الجنة، من وين يدي الجنة؟ وتلقاه ذاته ما عنده جنة، مرات تلقى الشيخ في رقبته ما عنده جنة، يجيب للناس جنة من وين؟ وربنا قال وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، الله تبارك وتعالى. ربنا قال فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ربنا هو الخالق، وربنا هو اللي بيدي الجنة، وربنا هو اللي بيرزق، وربنا الذي يحيي ويميت. كل هذه من أنواع المنكرات الموجودة في المجتمع، نحن جايين ننهى الناس عن هذه المنكرات، ولا عندنا معزول موضوع، ولا دايرين مشكلة معزول، ما دايرين، ولا نريد جزاء ولا شكورا، لكن ده حق لابد نقوله. كم الليلة من المسلمين؟ كم يا اخواننا الليلة من المسلمين من يتوكل على غير الله؟ والتوكل نوع من انواع العبادات. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون كما قال تعالى. تلقى ذول رابط له تميمة، نسميه في السودان هنا حجبات، رابط حجبات في ضراعه ولا في رقبته ولا في بطنه ولا في العمار ولا في البيت، في أي محل الحجاب ده مربوط لشنو؟ يقول لك والله يا مولانا الحجاب ده بيحفظ، يحفظ من شنو؟ يقول لك بيحفظ من العين، بيحفظ من العارض، بيحفظ من السكين، بيحفظ من العقرب وغيره. يعني بالله كان ربنا كاتب لك انه تطقك دبيبه ولا عقرب، يعني الحجاب ده بيمنع؟ والله ما يمنع، ما يمنع. الحفظ من عل الله تبارك وتعالى، وان كل نفس لما عليها حافظ. الحفظ من عند الله تبارك وتعالى. قل من يكلؤكم بالليل والنهار، منو اللي بيحرسنا؟ منو؟ الله تبارك وتعالى. واللي بيحفظنا منو؟ الله تبارك وتعالى. طيب نعلق حجبات ليه؟ زول معلق له ما يطلع من البيت والا الجلد ده معلق فيه. ها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال انما التمائم والتولى والرقى شرك بالله تعالى. ليه سماه النبي صلى الله عليه وسلم شرك؟ التمائم هي الحجبات. النبي صلى الله عليه وسلم سماه شرك ليه؟ لأنه الإنسان بيتوكل على هذه الأشياء من دون الله تبارك وتعالى، وده يعني الشرك ذاته، لأنه صرف عبادة من العبادات لغير الله تبارك وتعالى. واحد مرة لقيناه لابس حجاب، قلنا له من شنو الحجاب ده؟ قال بيحفظ. قلنا له طيب أما كنت أنت في بطن أمك كنت هناك بحجاب ولا بدون حجاب؟ قال بلا بدون حجاب، لأنه ما في في شافع طلع لابس حجاب من بطن أمه، ما في. طيب هناك جوا كان حافظك منه؟ أنت قعدت 9 شهور جوا، 9 شهور وكم يوم؟ في خلال 9 شهور دي أنت قاعد بلا حجاب، كان بيحفظك منه؟ يقول لك الله تبارك وتعالى. طيب الله حافظك 9 شهور، لما جيت مارك برا ما قادر يحفظك؟ بالعقل زايق يا اخوان. قال اي صح. قال لكن ده ما قران، انا معلق قران. قال طيب القران المعلق ده قاعد تخش به الحمام ولا ما بتخش به الحمام الدبلوسه؟ تخش به الحجاب ولا ما بتخش؟ قال لا بقلعه برا وبخش. طيب وكتبت جوا في الحمام بلا حجاب، الحافظك منو؟ منو اللي يحفظك؟ الله. زي ما قال
الاولاد ديل الله يجزيهم خير ديل على الفطره. الحافظك الله جوا في الحمام يجي مارق برا يربط الحجاب يقول لك حافظني الحجاب. طيب في الدبلسه جوا كان حافظك منو بلا حجاب يا اخوانا؟ الشغل ده ما داير له غلط كثير ولا داير كلام كثير ولا داير ليه مش يجيبوا شيخ من الحصحيصه ولا شيخ من خرطقه. الموضوع ده واضح منتهي. الحافظ هو الله تبارك وتعالى. ما في حجاب بيحفظ ولا بيمنع من عارض ولا بيمنع من عين. الله قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. الموضوع انتهى. دي كلها أخواننا عقائد موجودة عندنا الليلة في المجتمع. الناس اللي بيمشوا يطوفوا بالقبب القباب والأضرحة والقباب والأضرحة ذات من أنواع المنكرات. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبنى على القبر أو يقعد عليه أو يجصص. يجصص يعني يضربوا بوهية وجير وكده. ولا يبنى على القبر. القبر ما بتبني عليه أنت. الناس مشوا بنوا عملوا بنايات ها يقول لك يا سيد البنية تحل القضية. عملوا بنيات يمشن النسوان بالذات. وده كله مشكلته من الجهل يا اخوان. الناس تحتاج لتعليم وبتحتاج لمثل هذه المحاضرات عشان يسمعوا الحق ويعرفوا الحق. نحن يا اخواننا في السودان هنا غرقانين والله في المنكرات لا سيما الشرك بالله عز وجل. ما من غريه الا وفيها قبب. ما من غريه الا الناس بيخافوا من الشيوخ. الناس لسه بيخافوا من الشيوخ. يقول لك والله الليله مولانا ده والله يعوج حنكه. والله المايك ده ما يعوجه خليك من حنكي. ما مسوجي. نحن لسه بنخاف من الشيوخ، بنخاف من الدلاقين الخضراء، بنخاف من البيانات، نخاف من القباب والاضرحه. لسه وانا نحن في مجتمع زي ده. نسال الله العافيه. متى نحن نتحرر من مثل هذه الاشياء؟ الناس تتحرر تبقى عبيد لله تبارك وتعالى. خلوا الشيوخ، الشيوخ خلوهم عبدوا الله تبارك وتعالى. والشيخ لو صالح صالح ليه رقبته؟ ما بينفعك يوم القيامة. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما بيعمل لك شيء ولا بينفعك يوم القيامة ولا بيقدم خطوة لقدام. الناس الليلة بيطوفوا بالقباب والأضرحة زي بيت الله عز وجل الحرام. طواف بالقباب والأضرحة. تلقى مرة ها عشان ما ولدت تمش تطوف سبع أشواط. وحدي دايره لا عريس تمش برضه تطوف. والله ان طفت 100 شوط ده الحته دي ما بتجيب عريس ولا بتجيب لا مرة. الشيء ده بيطلبوه من الله تبارك وتعالى اخوان. الجنة من الله، العريس من الله، الرزق من الله تبارك وتعالى. كله من عند الله تبارك وتعالى. يمشي يطوف بالقباب والاضرحه. والله قال وليطوفوا بالبيت العتيق. البيت العتيق ده وين؟ هنا في طابة عبد المحمود. ها البيت العتيق ده هناك في مكة، في مكة المكرمة. الطواف هناك ببيت الله تبارك وتعالى الحرام. ما يجوز ثاني الطواف بأي بيت من البيوت إلا ببيت الله تبارك وتعالى الحرام. كل ده يا اخوانا شوف لاحظ معي كل ده الليلة في المجتمع موجود. والناس اللي عندهم الشغلة دي مما تجي تتكلم في المواضيع دي بيتضايقوا. يقول لك نحن مانا مشركين. انت ماك مشرك؟ طيب انت مالك متضايق؟ وربنا نهى النبي عليه الصلاه، هل النبي صلى الله عليه وسلم يشرك؟ يقع في الشرك؟ مستحيل. ربنا قال له شنو في القران؟ في سوره الشورى. قال له ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ده النبي عليه الصلاه والسلام الله ينهاه عن الشرك. لكن الليله لما تيجي تنهى الناس عن الشرك يقوم واحد يقول لك نحن ما مشركين. انت طيب ما مشرك كويس. انت متضايق من الكلام ده ليه؟ متضايق مالك؟ ها؟ اصو زي ما بيقولوا اهنا اللي في قلبه حرقص براو بيرقص مش كده؟ عشان كده التاسي لما تجي في وسط ناس تقول لهم يا ناس السرقه حرام وما في دول يسرق، اول ناس بيقوموا عليك الحراميه يقول لك والله نحن ما حراميه ونحن ما قاعدين نسرق. طيب انت وقت ما حرامي متضايق مالك من الكلام؟ وكد ما حرامي وما قاعد تسرق.
مالك متضايق من الكلام؟ ما تخليك رايق واقعد ساي ولا كيف يا اخوانا؟ لكن اصله الشغله الزول في قلبه مرض هو اللي بيتضايق. انا ما بتضايق اذا نهيتني عن الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتضايق؟ ما بيتضايق. الله قال له: قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين. الله قال له كده للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا تكونن من المشركين. هل كان بيتضايق؟ ما بيتضايق عليه الصلاه والسلام. اذا يا اخواننا ده الموضوع. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دار تبقى عبد لله جد جد ما تصرف نوع من انواع العبادات لاي مخلوق كائنا من كان، لانه ديل في النهايه مخلوقين ضعاف ما يملكوا لانفسهم شيء، ما عندهم شيء، ما عندهم شيء، اموات جيف اكلوا الدود تحت التراب. بالله هو لو بيملك حاجه اكل رقد تحت التراب ما يقوم ينفض التراب ويشوف شغلته؟ راقد تحت في التراب مخوف له قريه كامله. ها؟ الزول يكون عبد لله تبارك وتعالى. نحن عبيد لله تبارك وتعالى. وحتجي يوم القيامه براك: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاؤكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. بتجي براك يوم القيامه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تجي براك واعلم تماما إن ما من عمل تعمله وما من قول تقوله إلا وهو مكتوب، وكل صغير وكبير مستطر. الله قال: وكل شيء فعلوه في الزبر مكتوب. ربنا قال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. دي كلمات يسيرة جدا حتى لا نطول على الناس، وإن شاء الله أقدم الشيخ آدم، وبعد ذاك لو في أسئلة ممكن الناس تسأل. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الشيخ محي الدين على هذا الحديث الطيب، وقد طوف بنا في ساحات التوحيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم، وهو كما قال يعني الإنسان إذا يمكن يجامل في كل شيء إلا في دين الله تبارك وتعالى. ولأن هذا الحديث وهذا القرآن الكريم وصفه الله تبارك وتعالى بأنه قول ثقيل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فنحن إن شاء الله نصلي صلاة العشاء، ثم بعد ذلك يتحدث إلينا الشيخ آدم، ثم بعد ذلك نفتح باب الأسئلة والاستفسارات. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.